إيه أعزائي، حلقتنا اليوم في شأن التصالح في مخالفات البناء وفق القانون 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون 1 لسنة 2020. وحلقة اليوم في ما هو البديل في حالة عدم وجود محضر مخالفة. لو أنت ما عندكش محضر مخالفة مباني ترفقه بملف التصالح، ايه البديل عشان تقدر تقدم ملف التصالح وتكمل مستندات ملفك؟ دي حالة النهاردة اللي هنتناقش فيها على بديل محضر المخالفة. في البداية انا اقول في اللائحة التنفيذية للقانون 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في مخالفات البناء وفي المادة 3 منها قد اوضحت عدة مستندات يمكن أن تكون بديلاً يحل محل محضر المخالفة في تقديم ملف التصالح. اللائحة التنفيذية بتاع القانون افترضت فعل الافتراض بعدم وجود محضر مخالفة إذا كانت المباني قديمة ما تحرقش محضر، إذا كان معمول لها أي شيء محضر تبوير أو تشوين غير محضر المباني. طب تقدر تعمل إيه عشان تثبت وجود المباني اللي أنت عايز تقدم ملف التصالح عنها ومخالفتها؟ بتجيب اي مستند يدل على ان المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل باحكام قانون التصالح. يعني القانون صدر وقال المباني اللي قبل اللي في التصوير الجوي اللي لحد 22/7/2017 بتجيب اي حاجة تفيد تكون المباني قبل التاريخ ده. زي ايه بقى؟ اي مستند يكون دال على حدوث المخالفة باي اجراء قانوني مهما كان، ان شاء الله محضر شرطة وما يكونش بتأيد اي حاجة، ان شاء الله محضر اداري، اي حاجة تفيد انك انت لك مباني تم انشائها في التاريخ الفلاني وعليها مشكلة. يعني حصل نزاع منك وبين جارك على نفس المباني وعملته محضر، المحضر ده يفيد الواقع. اي مستند زي ما قلنا بيدل على حدوث المخالفة. اي مستند يفيد تركيب مرافق في العين محل المخالفة زي المية، الكهرباء، الغاز، التليفون، اي مرفق من المرافق لما بتروح تقدم على تركيب بتركب بموجب عقد بينك وبين الهيئة اللي بتركب لك المرفق، سواء كان المية او الغاز او الكهرباء او تليفون، اي شيء من المرافق بيبقى في عقد بينك وبين المصلحة، تعاقد بينك وبينها، معاك نسخة من العقد. نسخة العقد دي لها تاريخ ثابت ما فيهوش تلاعب. تاريخ العقد ده يقدر يثبت ان البيت موجود او المبنى المخالف موجود من تاريخ التعاقد ده. ممكن تروح تجيب جواب رسمي من الهيئة اللي انت بتعاقد بيها او العقد نفسه يقوم مقام هذا الاثبات. ده بالنسبة لإثبات المخالفة إذا ما فيش محضر مخالفة. كمان بتقدر تروح، بيبقى في حصر دايما كل فترة أو مفروض كل سنة، ولكن بيتم حصر عن طريق الضرائب العقارية لكل العقارات الموجودة عشان الضرائب العقارية تحصل عليها ضرائب. فبتقدر تروح تجيب كشف رسمي من الضرائب العقارية بيبقى ثابت فيه عدد وحدات العقار اللي موجود، ما لهمش دعوة في الضرائب العقارية كان مخالف او مش مخالف. هو بيثبت كل العقار اذا كان عقار من 5 طوابق، من 4 طوابق، او من 4 طوابق بيثبتهم، وبيثبت اسم الشاغل للعين. بمعنى ما تروح تجيب كشف رسمي عن الدور الثالث هقول لك الدور الثالث فلان الفلاني، بتلاقي اسمك مكتوب في الدور الثالث، فبيديك كشف رسمي مثبوت فيه ان العقار ده مثبوت في تحصيل الضريبة العقارية من سنة كذا او من تاريخ كذا. يبقى ده ثبت برضو وجود العقار المخالف اللي انت عايز تعمل ملف تصالح عليه. طيب كمان سند الملكية، يكون عندك عقد بيع ورحت اشهرته في الشارع العقاري عشان تسجله على نفس العين المخالفة، او يكون عامل عقد ابتدائي وقدمته للمحكمة خدت بيه حكم صحة توقيع مثبوت فيه المخالفة. طبعا الحكم بيبقى صادر بتاريخه ما تقدرش تتلاعب فيه. يعني لعبت في العقد الابتدائي وخليت تاريخه بتاريخ سابق، الحكم
والقضية تاريخهم ما بتلعش فيه لأنها بتأيد في جدول المحكمة بتاريخ محدد وبتاخده مختوب ختم النسر من المحكمة صورة طبق الأصل، والعقد نفسه اللي بينظر في الدعوة بيتختم زي ما شرحنا قبل كده في دعوة صحيح التوقيع. ده دليل على وجود العقار في تاريخ صدور حكم صحيح التوقيع اللي انت خدته، وده يثبت وجود العقار برضو، ان العقار كان موجود لانك انت مش هتعمل عقد على السراب. برضو بتقدر تقدم اي شيء يفيد في اشهار عقدك، سواء الحكم صحة ونفاذ، تثبيت ملكية، صحة توقيع، تسليم اي حكم من المحكمة او اي اجراء في شرع عقاري باشهار او اثبات تاريخ او تسجيل صحيفي الدعوة، اي اجراء من الاجراءات دي بتثبت وجود العقار المخالف. كذلك لو العقار المخالف ده انت اجرته لحد والمستاجر راح اثبت تاريخه في الشهر العقاري، عمل اثبات تاريخ، او انتوا الاثنين سجلتوا العقد في الشهر العقاري، كل هذا يثبت وجود العقار المخالف، محل المخالفة اللي عايز تعمل تصالح عليه هو معكش محضر مخالف، لان تاريخ اثبات التاريخ اثبات تاريخ العقد، التاريخ بتاعه تاريخ ثابت في الشهر العقاري لا يمكن التلاعب فيه. طيب خلص الاجراءات دي، طب ما احنا عندنا في حاجات، ما انا افرض ما عملتش الكلام ده كله، ابحث في اي تصوير جوي بيتم، لان بيحصل عندنا تصوير جوي كل فترة او كل عدة سنوات، ابحث في اي تصوير جوي تم لحد 22/7/2017. لو العقار بتاعك واقع في التصوير الجوي بتقدر تجيب الخريطة التصوير الجوي، وبتقدر تجيب الموقع بتاع العقار انه مثبت في التصوير الجوي، وده يقوم مقام محضر المخالفة ايضا. غير كده انا يعني النقط اللي فاتت دي كلها هنكمل بكم نقطة كمان مهمين جدا، وهو كل ده القانون نفسه او وضع في اللائحة التنفيذية بتاعته حلول عشان ما تعطلش وعشان الامور ما تغرقش وتلاقي لك مخرج انك تقدم ملف التصالح كامل ويتم التصالح بتاعك على العين المخالفة. زي بتجيب تقرير فني من مهندس مختص يثبت تاريخ ارتكاب الواقع، بيكون منين بقى؟ بيجيبه من احدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية او المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، تقرير فني متخصص من احدى الجامعات المصرية في كلية الهندسة او من المركز القومي لبحوث البناء والاسكان، بيديك تقرير بان عمر المبنى ده كم عام وان المبنى ده منشأ في المدة من بتاريخ كذا. ده تقرير يثبت تاريخ انشاء المبنى المخالف اللي عايز تقدم عليه ملف التصالح، وده يقوم مقام محضر المخالفة، لان ده زي ما قلنا قبل كده ده ورد في اللائحة التنفيذية للقانون، انا بقولوش من عندياتي، ده اللي وارد بنص اللائحة التنفيذية للقانون في المادة 3 منه. كمان في جزئية مهمة بعد التقرير ده الاستشاري او تقرير الفني بتاع كلية الهندسة والمركز القومي لبحوث البناء والاسكان، ممكن يكون هناك حق ارتفاق ثابت لاصحاب حقوق ارتفاق على نفس العقار المخالف ومثبت ومشهر في الشهر العقاري، ده كذلك يفيد وجود المبنى المخالف ويقوم مقام محضر مخالفة البناء اللي انت عايز تقدم ملف التصالح عليها. بتقدم اي ورقة من الاوراق اللي قلناها دي كلها، كل المستندات اللي انا قلتها في البنود اللي فاتت دي، كل المستندات دي بتقدمها في ملف التصالح، تقوم بديل لمحضر المخالفة في حالة عدم وجود محضر مخالفة للبناء او مباني ما تحررلاش مخالفة. بيدعى هذا المستند اللي هو اثبات وجود المخالفة، بيودع رفقة باقي المستندات في ملف التصالح وتقدمه للوحدة المحلية المختصة بعد سداد رسوم طلب التصالح وربع رسم الجدية اللي القانون قال عليهم بعد ما تسددهم، وبتقدمه للجهات المختصة
وبعد ما تقدمه بتجيب حاجة اسمها نموذج 3. بعد هتقدم الملف بالإجراءات اللي قلنا عليها بكيفية تقديم ملف، راجعوا الحلقات السابقة، احنا قلنا في حلقة ازاي هتقدم الملف. بعد ما تقدم ملف وبتاخد الرقم بتاعه زي ما شرحنا قبل كده في حلقة سابقة قبل كده، بتروح بموجب النشرة دي اللي فيها رقم الملف اتصلها، وبتطلب حاجة اسمها نموذج 3 من الوحدة المحلية. ليه؟ عشان لو لك دعوة او لك جنحة متداولة فيها المحكمة بتقدم فيها نموذج 3، ده بيتم حسب نص القانون ايقاف القضية لمدة 6 أشهر، يتم تجديدها لمدة اخرى اذا لم يتم الفصل او البت في ملف التصالح الخاص بيك. المحكمة بتقدم شهادة بما تفيد ان لم يتم البت كل ما تنتهي مدة 6 أشهر وما خلص الملف بتاعك، بتجيب شهادة من الوحدة المحلية تفيد ان لم يتم البت في ملف التصالح، بتقدم الشهادة للمحكمة المختصة اللي امامها القضية لما تحدد جلسة من جديد بعد الوقف، بتوقف القضية تاني لمدة 6 أشهر اخرى لحين البت في الملف، وهكذا حتى يتم البت في ملف التصالح نهائي ويقبل ملفك بإذن الله حسب ما شرحنا في حلقاتنا السابقة وحسب ما ورد نصه في قانون التصالح في مخالفات البناء 17/6/2019 المعدل بقانون 1 لسنة 2020. وبكده نكون تناولنا مشكلة هامة جدا اللي هو هتعمل ايه في حالة عدم وجود محضر مخالفة مباني، هتقدر تتصرف ازاي وتحل المشكلة. احنا قلناها عشان تكمل ملفك وتقدم ملف التصالح، والى اللقاء في حلقة اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.